منتصف الليل بتوقيت القاهرة نشرة إخبارية جديدة، أهلا بحضراتكم وأهلا بك داليا. أهلا بك رغدة، أهلا بكم، والبداية مع أبرز العناوين. المبعوث الأممي لدى ليبيا يزور ديرنا، والصحة العالمية تعلن انتشال نحو 4000 ضحية بالمدينة. الرئيس المصري يعلن حزمة قرارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين. مالي وبوركينا فاسو والنيجر يوقعون ميثاق تأسيس تحالف دول الساحل للدفاع. وبداية هذه النشرة مع تطورات العاصفة دانيال في ليبيا. زار المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي عددا من الأحياء والمناطق بمدينة ديرنا للوقوف على الأضرار والخسائر. وأكد رئيس الحكومة المكلف أسامة حماد لدى استقباله لباتيلي أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة، كما نظمت وصول فرق الإنقاذ والإغاثة وقامت بمساندة القوات المسلحة. وأشار رئيس الحكومة إلى أن وزارة الصحة تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية وتعمل مع النائب العام على ضمان الإجراءات القانونية للضحايا والمفقودين والعائلات التي تركت منازلها. أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح حرص البرلمان على توفير كل ما يلزم لبلدية ديرنا لمواجهة كارثة الفيضان. كما وجه صالح بضرورة توفير المتطلبات الضرورية للمدينة والمناطق المجاورة لها. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها عقيلة صالح لمدينتي ديرنا والبيضة للوقوف على حجم الأضرار جراء الفيضانات وتقديم الخدمات اللازمة للعائلات المتضررة. طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بدعم دولي لليبيا في مواجهة تداعيات إعصار دانيال، مشيرا إلى أن الكارثة أكبر من قدرات البلاد. كما وجه محمد المنفي الحكومة ومؤسساتها إلى وضع تقديرات مفصلة لمخصصات المدن المنكوبة وفق خطة زمنية دقيقة. ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات والقدرات الدولية. وكان المنفي قد طالب النائب العام بفتح تحقيقات عاجلة في كارثة درنة والعمل على ردع الفاسدين وتجهر الأزمات. في غضون ذلك تعهد النائب العام الليبي الصديق السور بالتحقيق في أسباب انهيار سدي ديرنا. وكشف عن تكليف 26 عضو نيابة من مختلف أنحاء ليبيا للانتقال إلى ديرنا لمعاينة الجثث. بعد مرور أيام على فيضانات وسيول ليبيا، وبعد مقتل وفقدان الآلاف جراء انهيار السدود في مدينة درنا، كان لابد من وقفة مع هذا الانهيار الذي فاقم من تداعيات الكارثة وخسائرها بشرياً ومادياً. النيابة العامة الليبية تحركت وقررت فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنا، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أسامة حماد، أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور عن بدء التحقيقات، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت أن السدين كان بحاجة إلى صيانة. التقصي والتحقيق في أسباب انهيار السدين وما إذا كان تم اتخذت إجراءات صيانة لهذين السدين، هل كان تحدث مثل هذه الكارثة أم لا؟ الصور باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانتها ووزارة الموارد المائية،
مشيرا إلى أن التحقيقات ستركز على الأموال التي تم رصدها لصيانة السدود والوقوف على أوجه صرفها. النيابة العامة أشارت إلى أن التحقيقات ستشمل السلطات المحلية المتعاقبة والمسؤولين عن أي تقصير أو إهمال، فضلاً عن اتخاذ إجراءات حازمة وجادة لمحاسبة المقصرين. تحرك كان من الضروري أن يتم للكشف عن أي فساد تسبب في مضاعفة أعداد الضحايا ومحاسبة مرتكبيه. عقدت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بليبيا اجتماعاً لمناقشة الأوضاع بمدينة ديرنا، وناقش المجتمعون القضايا المتعلقة بالمفقودين والضحايا ودفن الجثث والتعامل مع الوضع في مدينة ديرنا والتي أعلنتها الحكومة الليبية منطقة منكوبة. تواصل فرق البحث والإنقاذ أعمالها للبحث عن ناجين جراء الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف، ويتابع المسؤولون الليبيون عملية البحث لإعداد حصيلة بالخسائر البشرية والمادية، لا سيما في مدينة ديرنا والتي نالت نصيب الأسد من الفيضانات والخسائر، وتسبب انهيار سدي جنوبي ديرنا في جرف أحياء بأكملها أو غمرها بالطين، ما أدى لإطلاق السيول الناجمة عن مياه الفيضانات على مجري نهر عادة ما يكون جافا. هذا وانتشلت فرق الإغاثة أكثر من 450 جثة خلال الأيام الثلاثة الماضية من شاطئ البحر، بينها 10 جثث كانت مدفونة تحت الأنقاض. كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشال نحو 4000 ضحية في ديرنا، وأضافت المنظمة العالمية أنه لا يزال أكثر من 9000 شخص بالمدينة في عداد المفقودين، وأعلنت وصول طائرة على متنها 29 طنا من المواد الطبية إلى الأراضي الليبية، مؤكدة أنها أرسلت إمدادات طبية تغطي حاجة 250 ألف شخص من المتضررين في ليبيا. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها لم تطلب أي إخلاء لمدينة ديرنا المنكوبة، وجددت اللجنة التأكيد على أن الجثامين لا تشكل خطرا من تفشي الأمراض، وأن تداول المعلومات الخاطئة يعيق العمل وينشر الذعر. وأوضح الصليب الأحمر أن تركيز اللجنة الحالي يتجه نحو دعم الشريك المحلي وهو الهلال الأحمر لمساعدة مواطني ديرنا والمناطق المتضررة الأخرى. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف عبد السلام المسلاتي الكاتب الصحفي من بني غازي. سيد عبد السلام، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. أي قراءة موقف يمكن أن تقدمها لنا في هذه اللحظات من عمر هذه الأزمة؟ السلام عليكم، أرحب بكم وبقناة القاهرة الإخبارية، وأود أن أعبر عن شكري لكم على هذه المداخلة وانتقاء آخر الأخبار حول الإعصار الذي خلف عدد من القتلى وعدد من المفقودين. تفضلي. نعم، أتحدث معك عن أي قراءة موقف يمكن أن تضيفها لنا في هذه اللحظات من عمر الأزمة. إلى أين وصلت أعمال الإنقاذ؟ إلى أين وصلت أعمال انتشال الجثث؟ هل من أمل في وجود ضحايا تحت الأنقاض أو في المياه في هذه اللحظات؟ لا زالت بالتأكيد فرق الإنقاذ الدولية وفرق الإنقاذ المحلية ولجنة الطوارئ بالحكومة الليبية و السلطات والقوات المسلحة العربية الليبية وكافة الجهود الأهلية على أمل العثور على عدد من الناجين. في اليومين الماضيين تم العثور على عدد من اليوم على عدد من الأشخاص الناجين تحت هذا الركام وتحت المباني والمنازل التي سقطت جراء عذرا سيد عبد السلام لم أسمعك جيدا، هل تم العثور اليوم على أحياء؟ نعم تم اليوم. نعم، كم عددهم في أي مناطق؟ لو تعطينا تفاصيل أكثر من فضلك. نعم، تم العثور على عدد من الأحياء اليوم يعني في مدينة ديرنا،
الآن لا زالت فرق الإنقاذ الدولية وفرق الإنقاذ المحلية تحاول بكافة المجهودات البحث عن الحقيقة الناجين جراء هذه الكارثة. تعلم أن الكارثة اليوم دخلت اليوم أعتقد السادس على التوالي، ولا زالت الفرق ولا زالت فرق البحث والحقيقة تبحث عن ناجين، ولكن الآن دخلنا أعتقد في موضوع أن يمكن يعني الحقيقة انتشار الجثث. يعني اليوم ومنذ يوم الأمس عدد من الجثث تم انتشارها من فرق الصليب الأحمر وكذلك فرق الإنقاذ الدولية، ولا زالت الجهود الحقيقة تبحث عن عدد من الجثث حتى هذه اللحظة. نعم، ماذا عن مسألة إجراء تحقيقات سيد عبد السلام في هذه الأزمة حول أسباب انهيار السدين في درنا؟ إلى ماذا يمكن أن تفضي هذه التحقيقات برأيك، ربما وأنت صحفي وتتابع هذه الأزمة وقريب منها جغرافيا أيضا؟ نعم، طبعا السيد النائب العام وصل إلى مدينة درنا يوم الأمس وعقد بها مؤتمر صحفي مع عدد من الحقيقة الوزراء بالحكومة الليبية، وصرح النائب العام بأن هناك 26 عضو منتدب من النيابة العامة باشروا التحقيق في الأسباب التي أدت إلى هذه الانهيارات وهذه الكارثة، وأنه لن يكون هناك الحقيقة إفلات من العقاب بحسب تصريحات السيد النائب العام، باعتبار أن هذا الموضوع من الأولويات الأساسية لعمل النائب العام. هناك تكاثف للجهود وبدأت التحقيقات حول هذه انهيار هذا السدين في المدينة ووقوع عدد من الضحايا، وهناك الحقيقة القوات المسلحة العربية الليبية هي أيضا تبذل جهدا كبيرا والسلطات الأمنية هناك في هذا الموضوع. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. من بني غازي عبد السلام المسلاتي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. أكد محمد الحواري المنسق الإقليمي لليونيسف في تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية توفير المنظمة لعشرات الآلاف من كبسولات المياه المخصصة لتنقية المياه لتصبح صالحة للشرب والاستخدام، كما أكد على ضرورة مساندة وتأهيل المراكز الطبية الموجودة وتوفير أطنان من المواد الغذائية الأساسية للمواطنين. حاضر، وفرنا عشرات الآلاف من الكبسولات المخصصة لتنقية المياه حتى نحاول قدر ما نستطيع إيجاد مياه صالحة للشرب ومياه صالحة للاستخدام، لأنه في مثل هذه الحوادث التي تكون فيها البنى التحتية تتأثر بشكل مباشر يكون الاحتمال لانتشار الأمراض والأوبئة أمر له مساحة كبيرة ومتاح. لذلك نحن حريصين على سلامة حياة الناجين، وأيضا نقوم بمساندة تأهيل وإعادة تفعيل مراكز الخدمات الطبية المتنقلة والموجودة، لأن هذا أيضا من الأمور الأساسية، بالإضافة إلى توفير أطنان من المواد الغذائية الأساسية التي هي تعتبر من المكملات والمكونات الدقيقة التي الأجساد تحتاجها خصوصا بعد هذه الأحداث. هذا وطالبت المتحدثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر إيمان طرابلسي بالتوقف عن الدفن العشوائي للضحايا، ووصفت في تصريحات للقاهرة الإخبارية الوضع الإنساني في المناطق المنكوبة في ليبيا بشبه الكارثي. فيما يخص خطر انتشار الأوبئة من جراء انتشار الجثث، أطلقنا نداء بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، نحس فيه ونؤكد على السكان بأن ليس هناك خطر إضافي على الصحة العامة من جراء انتشار الجثث، ونحس فيه كذلك السكان بالتوقف عن القيام بعمليات دفن عشوائية أو عمليات أخرى للتخلص من الجثث، وذلك من جراء حالة الهلع التي يعاني منها السكان. نحن نرى أن هناك مبالغة في حالات الهلع فيما يخص هذا الموضوع الذي يتعلق بانتشار الأوبئة. من الضرورة اليوم أن يترك المجال للسلطات المحلية التي تعمل على قدم وساق لإدارة الموتى ولإدارة عمليات حفظ الجثث، انتشالها وحفظها بالطريقة
جريمة ومباشرة عمليات الدفن في مراحل أخرى. أريد أن أشير بأن عمليات الدفن العشوائية التي يقوم بها العديد من السكان حاليا من الممكن أن تعرقل أو تعقد ملف المفقودين على المستوى البعيد. هذا وأطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة نداء عاجلا من أجل التبرع لإغاثة ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت شرق ليبيا، وأشار إلى توزيع حصص غذائية على أكثر من 2000 شخص في 16 موقعا في بني غازي بعد نزوحهم من درنا، وأضاف أنه يستهدف الوصول إلى أكثر من 5000 أسرة في الأيام المقبلة. هذا ورصدت مراسلة القاهرة الإخبارية أوضاع المتضررين من الزلزال بقرية أزرو بإقليم الحوز مركز الزلزال، واضطر الأهالي إلى ترك منازلهم ليتخذوا من الخيام المؤقتة مسكنا لهم إلى حين. المزيد في هذه الرسالة. نحن الآن هنا في سفح جبل دوار أزرو أو قرية أزرو التابعة لإقليم الحوز من منطقة جبال الأطلس المغربية. هذه القرية من بين قرى أخرى للإقليم ضربها الزلزال وخلف دمارا في منازله الواقعة في أعلى الجبل، ما جعل أهاليها يتركونها ليتخذوا من هذه الخيام منازل مؤقتة لهم ولو إلى حين. عاش أهالي أزرو أوقاتا عصيبة يرويها لنا هذا الرجل. تحت هذيك البيت فاش كان درينا سي هذه اللي جزبان لكم قدامكم، رجعت أنا تنفكر في أمي متاهية في واحد ظرف ديال 5 دقائق، لقيت الوالدة تاعي محاصرة بالحجر في هاد الدار هذه اللي جات. وإن بدا المشهد هادئا الآن بعد أيام من حدوث الزلزال، إلا أن البعض ما يزال عالقا في زاوية مظلمة بفعل مخلفات الصدمة. عندي واحد البنية اللي عندها 13 سنة ما تتبغيش باقي تقعد تسمع حس الدار، حيت المسكينة فاش فيقتها لقات السقف تيتشقق وداك الشيء، وأول مرة ومع الفقه ديال الناس ومع داك الشيء اللي شبه الى فقت من واحد الهول باقي يعني ما افطر. يواصل المتضررون من الزلزال بوتيرة جديدة حياتهم محاولين التأقلم مع يومياتهم في المخيم، لكن حجم الخسارة يتجاوز قدرتهم على تخطيها. واحد المجموعة ديال الناس اللي تجرحوا، واحد جوج ضحايا يعني انتشلناهم من تحت الأنقاض بعد واحد الوقت كبير حيت الركام كثيرة، والحمد لله يعني مع الأسف لقينا واحد باقي فيه شي الروح، وصلنا لجيرجونس ومات في الحين، الأب ديالو لقيناه ميت الله يرحمه ويسع عليهم، والجرحى راه كثار يعني الجرحى يعني جروح متفاوتة الخطورة، والحمد لله كلهم تلقوا العناية والإسعافات الأولية الحمد لله راه بخير. يراقب هذا الرجل حال قريته الأمازيغية التي تداعت جدرانها بقوة الزلزال، ولسان حاله يقول: هل انتهت الأوقات العصيبة أم هو الهدوء الذي يسبق انهيار آخر مباني أزرو؟ نسرين رمضاني من إقليم الحوز المغربي هنا القاهرة عاصمة الخبر. في الجزائر تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد 37 حريقا بالغابات والأدغال في 10 ولايات، أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية وتساقط أمطار رعدية على ولايات عدة. كارثة طبيعية جديدة في الشمال الأفريقي بعد زلزال المغرب وفيضانات ليبيا، حريق هائل في غابات ولاية بجاية وولايات أخرى بالجزائر.
فرق الحماية المدنية الجزائرية أعلنت إخماد أكثر من 37 حريقاً في الغابات من أصل 39 في 10 ولايات جزائرية، مدعومة بطائرات هليكوبتر للمشاركة في أعمال الإخماد. مصالح الدرك الوطني الجزائري أكدت بعد حرائق الغابات التي شهدتها بعض المناطق في ولاية بجاية أن كل الطرق المؤدية إلى الولاية مفتوحة لعودة حركة المرور. مصالح الدرك الوطني دعت أيضا مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تسجيل موجة حرارة بدرجات قياسية مع تساقط أمطار رعدية على ولايات عدة. وجاء في تنبيه الدرك الوطني أن بعض الولايات ستشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة يتراوح بين 39 و41 درجة محليا، وقد يتعدى 43 درجة. وكشفت وسائل أعلام جزائرية أن النيران في ولاية بجاية بدأت تمتد إلى المناطق السكنية، وأن الحماية المدنية والجيش يطلقان إشعارات للسكان لمغادرة منازلهم. وتواصل فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية والجيش الجزائري عملية إطفاء الحرائق، إلا أن الرياح تسهم في انتشار الحرائق في مساحات شاسعة تصعب السيطرة عليها بشكل سريع. في مصر، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يقدر تماما حجم المعاناة التي تواجهها الأسر المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمات الدولية. وأوضح في كلمة له خلال جولة تفقدية بمحافظة بني سويف أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا لاحتواء هذه الآثار السلبية بما تمتلكه من قدرات وإمكانيات، مشيرا إلى تضاعف جهود الدولة لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلي في ضوء تنامي التهديدات الإقليمية. شعب المصري الكريم، أقول لكم بصدق وبعبارات واضحة أنني أقدر تماما حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية. كما أؤكد لكم أننا لم ندخر جهداً لاحتواء هذه الآثار السلبية بما نمتلك من قدرات وإمكانيات، ولولا استعداداتنا المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة. ولكننا بفضل من الله وبإدارة علمية وعملية دقيقة نجحنا في التعامل مع الأزمة ونتجاوز مراحلها الحرجة دون أن تتوقف عجلة الإنجاز أو تتعثر خطة التنمية، وباتت بيننا وبين تمام الانفراج خطوات إن شاء الله تكون معدودة. هذا وقرر الرئيس المصري توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية. كما وجه أيضا برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وأحدثكم بوضوح أن صوت المصريين يصل مسامعي، وأحلامهم هي ذاتها أحلامي، ولا تختلف آمالهم عن آمالي، ولأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدرها، فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي. أولاً، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. ثانياً، زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلاً من 3500،
لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقاً لمناطق الاستحقاق. ثالثاً، رفع الحد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، وذلك من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. وفي الوقت نفسه قرر الرئيس المصري زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستهدفين من برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، كما وجه أيضا بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها. رابعا، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة. خامساً، مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن. سادساً، سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة. سابعاً، قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022. ثامناً، إعفاء المتعثرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى بنهاية 2024. احنا بنتكلم على الفوائد لغرامات التأخير وسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة. رسائل مهمة وجهها الرئيس المصري خلال جولته التفقدية في محافظة بني سويف، نستعرضها في العرض التالي. We'll be right back.
نشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. بعد أسبوع من تحركه فوق الأطلسي، الإعصار لي يضرب نيو إنجلاند وكندا بالرياح والأمطار. أهلا بكم من جديد. وفي الشأن السوداني، تمكنت القوات المسلحة السودانية من صد هجوم لميليشيا الدعم السريع على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة، وأكبتتها خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد كبير من المركبات القتالية، أجبرت فلول الميليشيا على الفرار في وقت قصير. وأوضح مراسلنا أن قوات الجيش واجهت الهجوم بقصف مدفعي وبالطائرات المسيرة، ما أحدث انفجارات قوية تصاعدت على إثرها أعمدة الدخان بكثافة. يأتي هذا بعد تراجع وتيرة الشبكات بين الطرفين لأكثر من أسبوع. عاد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إلى البلاد بعد زيارة رسمية لأوغندا استغرقت يوما واحدا. قال وزير الخارجية السوداني السفير علي الصادق إن البرهان أطلع الرئيس الأوغندي على الانتهاكات الجسيمة التي مارستها الميليشيا المتمردة بحق الشعب السوداني والتخريب المتعمد للمرافق العامة بالدولة. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إسرائيل تسعى إلى ترسيخ الواقع الاستعماري في الأراضي الفلسطينية. وقال عباس في كلمته خلال أعمال قمة مجموعة 77 والصين في العاصمة الكوبية هافانا إن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات متزايدة تتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بسبب الاحتلال الإسرائيلي. ألم يحن الوقت لإنهاء هذا الظلم التاريخي المركب الذي طال الشعب الفلسطيني؟ السيد الرئيس، إن الشعب الفلسطيني بدعم من مجموعة 77 زائد الصين الذي كان لنا شرف رئاستها في عام 2019 لعازم على التغلب على الظلم التاريخي الذي خنق تنميته وأعاق تطلعاته طوال قرن من الزمن. وبينما نحن نتحدث الآن، فإن سياسات إسرائيل ومارساتها تسعى لترسيخ احتلالها الاستعماري الاستيطاني وفرض واقع الفصل العنصري، الأمر الذي لا يجوز السكوت عليه. هذا الوضع الراهن يجب أن ينتهي. اختتمت قمة مجموعة 77 للدول النامية أعمالها في العاصمة الكوبية هافانا، والتي دعت خلالها إلى نظام عالمي جديد. قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هذه الدول عالقة في مجموعة متشابكة من الأزمات العالمية، في إشارة إلى التغير المناخ والديون الأجنبية. أكد غوتيريش أن العالم خذل الدول النامية. من جهته قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز الذي تترأس بلاده حاليا المجموعة إن الأمر بات الآن بين الجنوب ليغير قواعد اللعبة. وأضاف أيضا أن الدول النامية كانت الضحية الرئيسية للأزمة متعددة الأبعاد التي يشهدها العالم اليوم، ابتداء من التجارة التعسفية غير المتكافئة وحتى الاحتباس الحراري. وقعت مالي وبوركينا فاسو والنيجر ميثاقا أمنيا مشتركا يقضي بتأسيس تحالف دول الساحل والتي تشترك في مكافحة الوجود الفرنسية. وأعلن الرئيس الانتقالي المالي أسيمي غويتا أن الميثاق المشترك يهدف لأن يكون هيكلا للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوب الدول الثلاث. ووقع على هذا الميثاق الرئيس المالي ووزيرة خارجية بوركينا فاسو ممثلة لرئيس بلادها والمتحدث باسم حكومة النيجر عبد الرحمن أمادو ممثلا للرئيس الانتقالي في النيجر.
وتعليقا على هذا الخبر ينضم إلينا من باريس أحمد عبد الله إسماعيل، الباحث السياسي والمختص في الشؤون الإفريقية. سيد أحمد أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن مالي وبوركينا فاسو والنيجر يكونون معا تحالف دول الساحل ضد الوجود الفرنسي، إذن هل هذه الخطوة تعد استباقا لأي تدخل عسكري محتمل، وأي إزعاج سياسي تسببها هذه الخطوة لفرنسا؟ كيف قرأت حسابات الدول الثلاث في هذا التحالف سيد أحمد؟ مرحبا بك ومرحبا بمشاهديك الكرام. حقيقة هذه خطوة جديدة وخطوة متطورة جدا من هؤلاء الدول، وهذه خطوة استباقية طبعا، تريد أن تفشل وأن تضغط على الإكواس والمجموعات الأوروبية التي دائمة إلى الإكواس وخاصة فرنسا. فهذه القوة اليوم سيشكل نوعا آخر من الموازنة في عملية التدخل أو في عملية التفاوض مع أي جهة تريد أن تبقى في الأراضي النيجيرية، وهذا يعد نوع جديد من عملية الدفاع التضامني في القارة الإفريقية، وسيعسر تعسيرا سلبيا على الإكواس وحلفائه في إجراء أي خطوة نحو النيجر أو نحو القارة الإفريقية على حد سواء. الإمكانيات العسكرية للدول الثلاث سيد أحمد كيف أيضا تقيمها؟ هل هي توازي أو تكافئ دول إكواس والتي كانوا هم أصلا جزءا منها؟ كيف تقيم هذه المقاربة أو هذه الموازنة بين الطرفين؟ طبعا هذه الدول الثلاثة اليوم لربما يكسر جيوشهم أكثر من الإكواس، لأن الإكواس تنصل منها دول كثيرة، وهناك دول كثيرة في الإكواس متحفزة بشكل رسمي على التدخل أو زج جنوده في هذه العملية الذي يرونها ليس من اختصاصاتهم أو من مهامهم أو من مهام الإكواس. فهذه القوة يعد قوة كبرى في إفريقيا، وأيضا لهؤلاء المجموعة اليوم لهم حلفاء خارجيين، فبالطبع سيشكلون دفاع أكثر من الإكواس وأكثر من الجنود الذين يريدون أن يواجهوا الجيش النيجري في هذه الصدر. نعم سيد أحمد، أخيرا مآلات هذه الأزمة كيف تراها، خاصة أنه لا تلوح في الأفق أي ربما تهدئة أو تسوية سياسية، ويبدو المجلس العسكري، لا أعرف إن كنت تتفق مع هذه النقطة أم لا، يبدو المجلس العسكري في النيجر منتصرا على فرنسا في لعبة شد الحبال بين الطرفين. حقيقة هذا هو الرأي الصديق، ونحن رأينا المجلس العسكري تقدم كثيرا، وخاصة في عملية تسيير دولاب الدولة وعملية التواصل مع الحلفاء الخارجيين، واليوم تطرق إلى إنشاء حليف دفاعي لربما يعد من أول الدفاعات اليوم في القارة الإفريقية، وهذا نوع من التقدم ونوع من الانتصار الكبير للشعب النيجري وحكومته، وسيؤثر تأثير صلبي لكل القوى التي تريد أن تضغط على المجلس بعد اليوم في عملية الإنسياء إلى قرارها أو الالتفات إلى ما يطمع أو يحلم إليه. أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من باريس أحمد عبد الله إسماعيل، الباحث السياسي والمختص في الشؤون الأفريقية. قررت بوركينا فاسو طرد الملحق العسكري بسفارة فرنسا بتهمة ممارسة أنشطة تخريبية، وأمهلته أسبوعين لمغادرة البلاد. فيما لم توضح وزارة الخارجية في بوركينا فاسو في رسالتها الأعمال التي وصفتها بالتخريبية، ما دفع الجانب الفرنسي لوصف تلك الاتهامات بالخيال. توتر دبلوماسي جديد لفرنسا في أفريقيا. أحدث حلقاته إعلان السلطات في بوركينا فاسو طرد الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في واغادوغو، وأمره بمغادرة البلاد بسبب وصفه بأنه سلوك تخريبي، على أن يتم منحه مهلة أسبوعين للمغادرة بحسب بيان المجلس الانتقالي. بيان المجلس لم يتضمن أي تفسيرات تتصل بالأنشطة التخريبية،
التي اتهم بها الملحق الفرنسي، الأمر الذي دفع فرنسا إلى اعتبار الاتهام الذي وجهته بوركينا فاسو لملحقها العسكري هو نسج من الخيال. وعلى خطى وجدوجو تسير النيجر التي اتهمها الرئيس الفرنسي باحتجاز سفير بلاده لديها ومعاملته بشكل سيء برفقة موظفين ودبلوماسيين تم احتجازهم كرهائن في السفارة الفرنسية لدى النيجر بحسب رواية ماكرون. أزمة فرنسا في أفريقيا تتسع فجوتها، ولا تزال باريس تعتبر محمد بازوم الرئيس الشرعي للنيجر، فيما يبدو أنها تتمسك ببارقة أمل لعودة نفوذها في البلاد مع عودة بازوم إلى السلطة. وقد عبرت عن استعدادها لدعم أي عمل عسكري قد تقوم به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس. وتعتبر الحادثتين أحدث حلقة في مسلسل التوترات الفرنسية المتتالية في الساحل وغرب أفريقيا، والتي ترسم بوضوح انحسار وتراجع النفوذ الفرنسي وحقبة جديدة من العلاقات الدولية بقيادة رؤساء المجالس الانتقالية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو والجابون. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غراسي إن إيران أبلغتهم بقرار إلغاء تعيين عدة مفتشين من الوكالة من أصحاب الخبرة. وأوضح غراسي أن إيران استبعدت حوالي ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة الأكثر خبرة لديها، معتبرا أن الإجراء الإيراني يؤثر على التخطيط العادي وسير أنشطة الوكالة. كما أدان غراسي هذا الإجراء معتبره إجراء أحاديا غير مناسب وغير مسبوق، داعيا الحكومة الإيرانية لإعادة النظر في القرار والعودة لمسار التعاون مرة أخرى مع الوكالة. فيما دفعت إيران عن تحركاتها لمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة من العمل بالبلاد، واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية بريطانيا وألمانيا وفرنسا بتسييس مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية لمصالحهم الخاصة. نفى الجيش الروسي أن تكون قواته خرجت من بلدة أنريفكا على الجبهة الشرقية، وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الأوكرانية حاولت دون جدوى إخراج قوات موسكو من البلدة الواقعة جنوبي مدينة باخموت. دعت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الاتحاد الأوروبي إلى التضامن مع إيطاليا في ظل تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة لامبيدوزا. وأشارت بورن إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري محادثات مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني حول أزمة تدفق المهاجرين. ومن المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين الجزيرة رفقة رئيسة الوزراء الإيطالية بعدما تجاوزت أعداد المهاجرين الوافدين إليها القدرات الاستيعابية. ضرب الإعصار لي منطقتي نيو إنجلاند وكندا بعد أسبوع من تحركه فوق الأطلسي. هذا وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل بمقاطعتي نوفا سكوتيا ونيو برونسويك الكنديتين، حيث وصل الإعصار لي إلى الأراضي الكندية في صورة عاصفة استوائية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية ومستوى مرتفع من الأمواج. وأصدر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تحذيرا من العاصفة المدارية التي قد تؤثر على نحو 9 ملايين شخص، فيما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الطوارئ بولاية ماساتشوستس، حيث قدمت المساعدة الاتحادية للولاية قبل العاصفة. مشاهدينا، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. ياسر، بعد التحية، ما هو الوضع الحالي في نيو إنجلاند بعد تعرضها لإعصار لي، وهل هناك أي تقارير عن إصابات أو وفيات بسبب هذا الإعصار؟ يعني بداية تحياتي لك رغدة وللسادة المشاهدين. هذا الإعصار كما تفضلت بالفعل كان منذ أسبوع على المحيط الأطلسي ومر فوق برمودا ولكن دون أي أضرار تذكر. أيضا المساعدات الفيدرالية تعلمت الإدارة الأمريكية الدرس منذ يعني الكوارث السابقة، وبالفعل قدمت
مساعدات فيدرالية إلى ولاية مين، وهذا ما جعل الأضرار تكون أقل وطأة على السكان. انقطعت الكهرباء على آلاف المواطنين، بلغت شدة الإعصار 165 ميلا في الساعة، ولكن كان هذا الإعصار في بدايته رغدة كان مصنفا من الفئة الخامسة، ولكن وصل الآن إلى الفئة الأولى، أي أصبح يسمى بالعاصفة. وهذه العاصفة رغدة تمر بمناطق مثل جزر فيرجينيا وبورتريكو وأيضا نيو برانزويك. هذه المناطق جميعها ما زالت، وإن كانت الإعصار قد قل ووصل إلى المرحلة الأولى منه، ولكنهم معرضون أيضا حتى هذه اللحظة إلى أمطار غزيرة، وهذا ما جعل الصيادين يأخذون احتياجاتهم بعيدا عن مناطق الموانئ، ووصفت هذه الموانئ بأنها خاوية وليس بها أي بشر، ولكن ليس هناك أي تقارير حتى هذه اللحظة بأي وفيات، ولكن الاستباق من الإدارة الأمريكية رغدة كان أهما للمواطنين. طيب ياسر، ما هي التدابير الطارئة التي أعلنتها إدارة الرئيس جو بايدن لولاية ماساتشوستس؟ في مثل هذه الأثناء أو الأحوال أو الكوارث الطبيعية، هي لم يصرح لها أو لم يوقع أنها كارثة طبيعية أو حالة الطوارئ فيها، ولكن الاحتياجات أو المساعدات تكون بمساعدات عينية ومساعدات مادية. المساعدات العينية يكون هناك أشكال من الأطعمة ونقل للمواطنين إلى أماكن بعينها، حيث أن الأماكن القريبة من البحر أو القريبة من مركز الإعصار تكون قد تضررت. توفر لهم الحكومة من خلال هذه المساعدات الفيدرالية المسكن الملائم، أيضا عندما يكون ليس هناك كهرباء أيضا يتم تدبير هذا الشأن لهم. مسألة المناخ ومسألة التغير المناخي رغدة، هذه مسألة مهمة للإدارة الأمريكية، ويتحدث فيها الرئيس جو بايدن أكثر من مرة، وهذا أيضا يقودنا إلى أنه هناك اجتماعات رفيعة المستوى تبدأ من بعد الغد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي أيضا خاصة بالتغير المناخي ومسألة الكوارث الطبيعية التي تضر المواطنين بشكل مباشر وتقف حتى المساعدات عاجزة في أغلب الأحيان. كنت معنا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا. في أخبار الاقتصاد، رفعت ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية على خمس من أكبر شركات النفط في العالم، معتبرة أن هذه الشركات تسببت بأضرار بمليارات الدولارات وضللت السكان عبر التقليل من شأن مخاطر الوقود الأحفورية. وتأتي هذه الدعوى بعد عدة دعاوى رفعتها مدن ومقاطعات وولايات أمريكية ضد شركات النفط بسبب تأثير الوقود الأحفوري في التغير المناخي، بالإضافة إلى حملات تضليل استمرت عقود. أيد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي جدولا زمنيا يدعو إلى إصلاح القواعد المالية للتكتل بحلول نهاية العام، وتدعم القواعد المالية للاتحاد الأوروبي قيمة اليورو وتضع حدا لعجز الموازنة يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وحدا للدين العام يبلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وتناقش المفوضية وحكومات الاتحاد الأوروبي إدخال تغييرات على الإطار الزمني تأخذ في الاعتبار الاختلافات الكبيرة بمستويات الديون والنمو الاقتصادي بين دول الاتحاد مع ضمان المعاملة المتساوية. We'll be right back.
أما في أخبار الرياضة فقد فاز النصر على مضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي. وسجل ثلاثية النصر المهاجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 46، وأندرسون تالاسكا في الدقيقة 49، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 78. بينما سجل محمد فويزر هدف الرائد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء. وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 12 نقطة، وتجمد رصيد الرائد عند 40 نقاط. حافظ مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه خارج ملعبه على ويست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة الخامسة على ملعب لندن الأولمبي. ثلاثية سيتي جاءت عن طريق الوافد الجديد جيرمي دوكو وبرناردو سيلفا وإيرلينغ هالاند. وبتلك النتيجة رفع سيتي رصيده إلى 15 نقطة بالصدارة بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد ويست هام عند 10 نقاط بالمركز السادس. وحاول ليفربول تأخره بهدف إلى فوز ثمين على مضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح الجولة الخامسة من البريمير ليج. أهداف الليفر حملت توقيع كل من كودي جاكوب وأندي روبرتسون وهوغو بوينو. لاعب وولفرهامبتون بالخطأ في مرمى، وصنع النجم المصري محمد صلاح هدفين لليفربول ليصبح أفضل صانع أهداف إفريقي في تاريخ البريمير ليج برصيد 62 تمريرة حاسمة. ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقاط، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 3 نقاط. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز العناوين. المبعوث الأممي لدى ليبيا يزور درنا، والصحة العالمية تعلن انتشال نحو 4000 ضحية بالمدينة. الرئيس المصري يعلن حزمة قرارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين. مالي وبوركينا فاسو والنيجر يوقعون ميثاق تأسيس تحالف دول الساحل للدفاع. ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، اكس، انستغرام ويوتيوب. يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11.747 فيرتيكال. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الQR كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.